تحدث عن ردود الفعل السياسية وردود الفعل الشارع العراقي تجاه تعيين البرلمان العراقي 14 وزيرا. نعم، في البداية دعني أوضح نقطة مهمة. أن السيد عادل عبد المهدي خرج من مرحلة الرئيس المكلف وأصبح رئيس وزراء رسمي بعد اختيار أكثر من نصف الكابينة الحكومية، وهو بحسب الدستور أن اختيار 11 وزارة يعني أن الرئيس الوزراء المكلف يصبح رئيس وزراء رسمي. وبالتالي أيضا الوزراء الذين كلفوا يوم أمس أغلبهم باشروا مهامهم داخل وزاراتهم منذ اليوم أو منذ الصباح الباكر. إضافة إلى ذلك، ردود الأفعال التي خرجت بعد إعلان هذه التشكيلة بدت متباينة، لكن الأغلبية تبدو متفائلة بهذه الحكومة التي اعتبروها حكومة تكنوقراط. طبعا هي حكومة تكنوقراط حزبية وليست حكومة تكنوقراط مستقلة، وبالتالي هم يعولون على جهد الوزير وعلى مدى إمكانيته في إدارة الوزارة، خصوصا وأن السيد عادل عبد المهدي أعطى مدد زمنية لإنجازات الوزارات، منها 3 أشهر أولية لمعرفة إنجاز الوزارة، إضافة إلى محاسبة الوزارة كل 6 أشهر. وبالتالي هو برنامج متكامل كبرنامج حكومي، برنامج متكامل وجيد. لكن هذا الأمر لا يغني عن وجود بعض الاعتراضات التي ظهرت سياسيا وحتى شعبيا. هناك من يقول أن عبد المهدي رضخ لضغوط الأحزاب وأن المحسوبية والطائفية وأيضا الحزبية كانت حاضرة في تشكيلة عادل عبد المهدي. إضافة إلى ذلك، هناك من يتظلم حول وجود أو عدم وجود وزراء من المحافظات الجنوبية، من محافظة البصرة، من محافظات الحلة، من محافظات الغربية إلى آخره. لكن هذه الأمور ربما لن تؤثر على السيد عادل عبد المهدي. ما يقلق عادل عبد المهدي الآن هو سير الحكومة العراقية وتقديم الوزراء 8 الذين لم يستطع تمريرهم خلال جلسة البرلمان يوم أمس. حتى وإن لم يمرروا هؤلاء الوزراء 8، فإن عادل عبد المهدي قادر على إدارة هذه الحكومة حتى نهاية ولايته، وبالتالي هو لديه المجال الكبير. ليس هناك مدة دستورية تحكم السيد عادل عبد المهدي في تقديم الوزراء. إضافة إلى ذلك، أن عادل عبد المهدي يبدو جادا في إدارة حكومة جديدة تختلف عن الحكومات السابقة في العراق. شكرا جزيلا لك محمد فاضل مراسل الغد، كنت معي من بغداد على كل هذه الإيضاحات.